ما أحوجنا إلى استهلاك مواد تستخرج من قلب الطبيعة كالعسل والأعشاب الطبيعية والألبان الطازجة ومشتقاتها. منطقة الوردية التي تقع غرب مدينة البيضاء تأتي بعد جسر وادي الكوف بحوالي 15 كيلومترًا والتابعة لبلدية الساحل. تشتهر منذ القدم بإنتاج العسل وكثرة الأعشاب، وفي الفترة الأخيرة قام عدد من شباب المنطقة بإنشاء بعض المحال على الطريق لبيع العسل والأعشاب والألبان الطازجة ومشتقاتها. الأعشاب الطبية استخدمت منذ آلاف السنين كعلاج طبيعي للأمراض، كما أثبتت الدراسات الحديثة قدرة الأعشاب الطبيعية على تقديم الفوائد الصحية للإنسان. طبعا أنواع الأعشاب، هذا عرعر، هذا يستعملوا فيه للمعدة ويديروا يحطوا فيه مع اللبن. طبعا هذا في جبل يعرفون تي تفاح، تفاح جبل وعنده أكثر من اسم، تي وتفاح ومرمية، في منه ربط وفي منه أكياس. طبعا نوعيته كيسة وراك، هذا يسموه فيه تفاح صيفي، هذا يقعد معك أربع سنين خمسة عادي خلاص ناشف. في العشب هذه فوائدها واجدة، هذه يسموه فيها في الجبل فواه الغابة، هذه خلطة كاملة 44 اسم. كما يقبل المارة على اقتناء العسل بشكل كبير لفوائده الكثيرة ولثقتهم في جودته، حيث استخدم العسل بطرق متعددة سواء كغذاء للجسم أو كمراهم لعلاج الحروق والالتهابات وغيرها من الأمراض. خطمت توا ناخذ من خوي من هنا في عسل، والمنطقة هذه اسمها الوردية وتشتهر ببيع أفضل أنواع العسل والأعشاب الطبيعية وحاجات اللي فيها علاج وحاجات يعني الحاجات المفيدة، يعني اللي معاش في من نواجد تو في البلاد معاش تلقاها الحاجة الكويسة. بيع العسل والأعشاب الطبيعية على الطرقات اتخذه ساكنو منطقة الوردية دخلا رسميا لهم، لذلك من المحبذ أن يتم تقديم الدعم والتشجيع للباعة على الطريق والتوافد عليهم لاقتناء ما يقدمونه.